شو برأيك قيمة التبادل الدولي بين القوات اليسارية سواء على مستوى عالمي سواء على مستوى عربي؟ في تقديري التعاون الدولي بين القوى اليسار والقوى التقدميه بشكل عام في العالم حاجه مهمه قوي، بالذات في اللحظه اللي احنا فيها دي، لانه في خطاب بيتسيد في عدد من الدول العربيه انه القوى الديمقراطيه بشكل عام ومنها اليسار هي صنيعه الغرب وصنيعه الامبرياليه وكذا، في حين ان في الحقيقه يعني التجربة أثبتت لنا بالذات بعد الربيع العربي وانكشاف حاجات كتيرة قوي إنه القوى الاستعمارية الكبيرة زي الولايات المتحدة وإدارتها استثمرت بالفلوس بالدعم السياسي في التيارات الرجعية الدينية، يعني عالمنا العربي ويمكن حتى العالم كله بيدفع ثمن ده دلوقتي في بروز كبير قوي للتيارات الرجعية الدينية بالذات المسلحة من هذا الدعم. في رأيي الدعم أو التعاون الدولي ما بين القوى التقدمية يجب أن يكون حر ويكون علني وشفاف ومش حاجة نتكسف منها، وما نخافش من الابتزاز اللي بيمارسه القوى الاستبدادية يعني أو حتى القوى الإسلامية سواء كانت في المعارضة أو من السلطة حوالين أن أنتوا بتنفذوا أجندة غربية. في الحقيقة لا، ده تراث فكري عالمي وتراث سياسي عالمي بيجمع الديمقراطيين واليسار حول العالم، كل دولة بيكون لها خصوصيتها وكل منطقة بيكون لها تطورها التاريخي الخاص بيها، لكن قيم التضامن، قيم العدالة الاجتماعية، قيم المساواة، حقوق المواطنة، دي قيم كلنا بندافع عنها، فالمفروض يكون هذا التعاون الدولي ده واضح وعلني وشفاف انه دافع عنه باعتباره حق وباعتباره انه من حق ان انا اتواصل مع المتشابهين معي فكريا في العالم العربي في الدول الاخرى او جوه بلدي او في العالم بشكل عام. شكرا كثير. طيب الهام، مؤسسة غوزا لوكسمبورغ كمؤسسة ألمانية يسارية برأيك شو ممكن يكون دورها بالمنطقة هون؟ دورها يعني ممكن تلعب ادوار، دورها ممكن يعني تلعب ادوار متنوعه ليها علاقه بنشر الفكر اليساري ودعمه وبالذات بالتثقيف بالتدريب وبنقل الخبرات. يعني انا مثلا من الدوره دي او من الندوه دي اكتشفت حاجه هي مختلفه تماما عن الوضع اللي عندنا في مصر، انه الاحزاب في المانيا بيكون عندها علاقات قويه بمؤسسات في المجتمع المدني مرتبطة بها وقريبة منها فكريا، زي علاقة حزب اليسار دي لينكا بمؤسسة روزا لوكسمبورغ. احنا عندنا في مصر قانونا ده مش مسموح، وبيتم التعامل معاه ان المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية يجب ان تكون منفصلة تماما عن الاحزاب السياسية. التجربة اللي واضح في ألمانيا مختلفة تماما عندها، فإحنا محتاجين نشوف تجارب مختلفة ونتعامل معها، لأن في الحقيقة المجتمع المدني بيلعب أدوار في المجال العام مختلفة شوية عن اللي بيلعبها الحزب لكن متصلة بيها، وبالتالي يعني ده كويس إنه الأحزاب تبحث لها عن حلفاء وتبحث لها عن أنصار جوه المجتمع المنظمات المجتمع المدني وكذا، وإن ده زي ما كنت بقول يبقى بشكل علني وشفاف ومطروح أمام الجميع ومش حاجة الناس تتكسف منها يعني. فدي تجربة مهمة قوي محتاجة تدرس بالنسبة لنا في مصر بالذات علشان السياق القانوني مختلف تماما عنها. إذا بنعطيك فرصة تعبري مثلا عن مطالب اتجاه الأحزاب الأوروبية اليسارية، شو بتحبي تقولي لهم أو تطلبي منهم؟ ما اقدرش اعمم طبعا، الاحزاب اليساريه الاوروبيه متنوعه، بس الحاجه الاساسيه اللي بتزعجني انا كاشتراكيه عربيه واشتراكيه مصريه ونسويه ايضا انه تبني صور نمطيه اقرب شويه يعني للاستشراق، يعني لو تسمحوني على الكلمه، في التعامل مع المجتمعات العربيه ومع القوى التقدميه فيها. يعني انا بحس انه في تعامل من اليسار الأوروبي أو بعض أطراف داخله مع اليسار العربي وكأنه نبتة غريبة، كأنه شيء شاذ داخل المحيط العربي اللي لازم يكون بالضرورة إسلامي أو محافظ أو كذا، وبالضرورة اليسار ملوش نصيب فيه اليسار العربي. دي نظرة شوية أنا بقلق منها وما بتبسطش فيها. أعتقد أنه يعني واتمنى ان الوضع في حزب اليسار وفي مؤسسه روزا لوكسمبورغ يكون مختلف، يبقى فيه فعلا
وفي مؤشرات على ده، الدراسات اللي بتتعمل واللقاءات، نظرة فعلا موضوعية وفعلية لواقع اليسار العربي كما هو بما له وما عليه. شكرا إلها.